والمزيد ينضم إلينا هاتفياً معالي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. برحب بحضرتك معي عبرة. شكراً يا فندم. أهلاً بك. إذن كما تابعنا سيادة السفير في التقرير، أزمات عديدة بتعصف بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأزمة بغزة، السودان، ليبيا، وطبعاً تفاقم الصراع أيضاً بهذه الأيام بمنطقة البحر الأحمر ولبنان، ولكن في ضوء ما نشاهده مصر حقيقة بتقف صامدة وبتتبع صوت العقل والحكمة في مواجهة هذه التحديات. كيف ترصد هذه الجهود والنهج المتزن في التعامل مع تلك التحديات معالي السفير؟ يعني طبعا مصر حضرتك محاطة بحزام من الصراعات المسلحة والحروب والأزمات، وكما جاء في التقرير الملاحة الدولية والممرات المائية الدولية كقناة السويس وباب المندب بقوا يعني مهددين. طبعا مصر في هذا الإطار من أكثر الدول تضررا من الناحية الاقتصادية بسبب العدوان الإسرائيلي، حرب إسرائيل الخامسة على قطاع غزة وتداعياتها الإقليمية. لذلك الدبلوماسية السياسة الخارجية المصرية بتسعى حثيثا إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولذلك نرى أن مصر وسيط رئيسي في الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار وإطلاق سراح الرهائن. نجحت مع قطر والإدارة الأمريكية في نوفمبر الماضي في التوصل إلى هدنة، كنا نأمل طبعا أن هي يتم تمديدها، لكن طبعا الخطط الإسرائيلية حالت دون ذلك. وخلال هذا الأسبوع من الهدنة تم الإفراج عن عدد لا بأس به من الرهائن الإسرائيلي. مصر ما زالت تعمل بالتعاون والتنسيق مع قطر والإدارة الأمريكية من أجل وضع حد لهذا العدوان، طبعا لأن مصر بتؤمن إيمانا جازما أنه وقف هذه الحرب هيترتب عليه حضرتك يعني هدوء في جبهات أخرى، في جنوب لبنان، في جنوب البحر الأحمر، في سوريا والعراق. فطبعا مصر حريصة كل الحرص على أنه تتعاون مع القوى الكبرى ومع الأمم المتحدة ومع شركائها الإقليميين ومع الدول العربية من أجل إيجاد الحلول في إطار طبعا قرارات الشرعية الدولية لكافة هذه الأزمات. وهنرى أن لذلك هي بتلعب دور في الجهود المبذولة للتسوية في ليبيا، كذلك الوضع في السودان. طبعا ده ناهينا حضرتك عن الدور المصري في طبعا الدفاع عن القضية الفلسطينية. ولكن ربما ما زالت معالي السفير طبعا كما تعلم أبرز العوائق التي تقف أمام كل هذه الجهود الحثيثة التي بذلت من الوسطاء، أبرز العواقب هو نتنياهو. فعلى ما يراهن وكيف يناور في هذه المرحلة، لا سيما وأن هناك ضغوطات متزايدة من قبل ربما الإدارة الأمريكية وأيضا من قبل الداخل الإسرائيلي، الشارع الإسرائيلي ما زال يضغط وهناك مظاهرات كبيرة ربما الأضخم في تاريخ إسرائيل. حضرتك يعني المشهد الحالي يعني في التكتيكي والاستراتيجي فيما يتعلق بالوضع الراهن وفيما يتعلق برسم حضرتك خريطة جديدة للشرق الأوسط. ففي تعاملنا مع هذا الوضع نتنياهو حضرتك عنده خطط، هو ليس نتنياهو فقط، يعني احنا دايما في تحليلاتنا بنركز على نتنياهو. نتنياهو انا في تقديري المتواضع بيمثل تيار اساسي في السياسه الاسرائيليه، هذا التيار الذي يسعى جاهدا إلى ضم الضفة الغربية أو أجزاء كبيرة من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية. من ناحية أخرى أنه هذا الدمار الهائل
الذي أنزلته القوات الإسرائيلية بقطاع غزة لم يأتي من فراغ، هو له هدف إنه هو حمل عدد كبير من سكان غزة إن هم ييأسوا في الحياة في غزة ويلجأوا إلى تهجير الخارج. فطبعا في إسرائيل دائما يعلنون أنه دوت للرد على هجمات 7 أكتوبر وللقضاء على حماس، لكن مش بالضرورة دي الأهداف الوحيدة اللي بيسعوا إليها. نعم، أشكرك شكرا جزيلا معالي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق.